معنا الأستاذة فاطمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك على حاجة ومش عارفة ايه الحل فيها. تفضلي يا أستاذة فاطمة. دلوقتي أنا اتحطيت في بلاء شديد جدا من ناحية زوجي. بلاء شديد من ناحية زوجك؟ الصوت بيقطع، أنا بحاول أكرر عشان أبقى أتأكد إن أنا سامع صح. من ناحية زوجي. طيب اتفضلي. فحضرتك هو اتبع، كان الاول انسان كويس جدا، مفيش اي حاجه، الخلافات بتبقى عاديه جدا. لجأ لان هو يشرب، ولما جيت حاول امنعه كده فكر ان انا بسيطر عليه وان انا معنديش ضمير. ابتدى يضربني وعفيت عنه كتير لحد ما جه في وقت من الاوقات رمى عليا اليمين ومش عارفه اعمل اي حاجه. طلبت منه، قلت له خلاص مش هتكلم معاك في شرب او كده وانت حر، بس ابننا ابدا. قلت له طيب انت اتكلمت مع اهلك وقلت لهم الامر 1 2 3؟ قال لي كده كده هما ما بيحبوكيش وهما موافقين على طلاقك. طيب يعني دلوقتي هو بيشرب مخدرات ولا بيشرب خمره؟ لا، هو بيشرب حشيش، نوع من انواع المخدر. هو اظن ما كانش بيشرب لما اتجوزتي، هو بيشرب من لا زمان. لا، ولا قبل ما نتجوز خالص. يعني هو شرب، ابتدى يشرب الحشيش دلوقتي؟ الكلام دوت من رمضان اللي فات. واحنا في الظرف الاقتصادي ده وهو رايح يشتري فيه حديد حشيش؟ تمام. وانا بتكلم معاه في صيغه ابنه وبيتنا وحياتنا، هو مفكر ان انا بفرض طيب نفسي عليه فأنت سؤالك يا استاذه فاطمه نعمل ايه؟ فانا سؤالي دلوقتي الحل ايه؟ هجاوب حضرتك يا استاذه فاطمه. انا عايزه حضرتك بس تتكلم ان زي ما ليه حقوق ليه واجبات، ليه ناسي دايما ده. حاضر، اكلم حضرتك يا استاذه فاطمه. طيب دايما الناس اللي بتشرب الحشيش بعد فتره معينه وهم في الازمات بيكونوا هربانين من فكره القيام بالمسؤوليات في الغالب. يعني اسباب شرب المخدرات اسباب كتيره، منها ان هم مش قادرين يتعاملوا مع الضغوط. فيا سيدي، انت بدل ما تروح تشرب حشيش وتهرب من ضغوطك الزوجيه، عندك زوجه هي مستعديه تسمع منك وتتكلم معاك، مستعديه تقف جنبك، مستعديه تساعدك. هي مش عايزاك في الحقيقه تسيطر عليك. الشرب مش حاجه صالحه فهي بتمنعك من حاجه صالحه، بالعكس لازم تفهم ان محاولتها منعك من الشرب هي من اصدق علامات الحب. دايما بقول كده، تعرف ان علامه الحب عند المراه دي قد ايه لما يكون زوجها مبتلي، ربنا ابتلاه بالشرب، فزوجته تفضل متمسمره كده. اوعى يا بنتي تقبلي ان هو يستمر في، اوعى تولسي، يبقى انت ما بتحبوش. يبقى انت في اللحظه اللي انت هتولسي وتسيبيه يشرب مخدرات انت ابتديتي ما تحبوش، ابتدي حبه يقل في قلبك، لان مفيش حد بيحب حد يسمح له ان هو يذبح نفسه. وايه اللي يحصل؟ ويقتل نفسه مع كل مره بيتعاطى فيها المخدر. لا، اوعى تعيشي معاه في هذه الحاله. حاله ايه؟ خلينا مع بعض واسيبك يا عم تشرب المخدرات بدل هو، لان هو في الاول خالص هو بيرى نفسه هو ايه اللي ضرك. انا لو بضر حد بضر نفسي. لا، انت بتضر انت مش بس، انا هخلي اقول لك، شارب المخدرات او متعاطي المخدرات هو لا يضر نفسه فقط، بل يضر نفسه واسرته وعيلته ومجتمعه، كل دول بيتضرروا. كون حضرتك بس شايف ان انت بتصرف من مالك وانت ودي صحتك، اولا هي مش صحتك، تاني حاجة الفلوس دي ربنا جعلك مخلوف فيها فما ينفعش تعبس بده كله. اما مسألة ان انت تتشطر عليها ان هي لما تيجي تكلمك عشان ربنا يرضى عنك وعشان انت ما تقعش في الظلم وعشان ما تقعش في الحرام فتضربها، مش هي دي الرجولة. مش الرجولة ان انت تضربها عشان تسكتها عن حبك، هي بتحبك، فاتق الله فيها. انت بتعمل ايه؟ استمري في رفض شرب المخدرات، استمري في رفض شرب المخدرات. تعملي ايه بقى؟ قولي له تعالى نروح لمتخصصين يحلونا المسألة دي، اطلبوا منه ان انتوا تيجوا مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، او
حيلي عليه وكمان زق عليه الناس اللي هو بيحترمهم وبيخاف منهم وبيتأدب معاهم. عشان لكن أبدا 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 ما تسمحيش أبدا بأنه يستمر في الشرب. نعم.